السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة شهيوات ناني. اقتراحي لكم اليوم هو فكرة بسيطة لتحضير وجبة غداء نباتية بدون أي نوع من أنواع اللحوم. أنا هنا اخترت أنني نعمل العدس، وجرت العادة عندنا احنا في المغرب أننا نرفقه في الغالب بنوع من أنواع السمك، لكن هنا أنا حبيت الوجبة تكون خالية من أي نوع من أنواع اللحوم، لا طيور ولا يعني لا لحوم بيضاء ولا حمراء ولا سمك. هنا أنا عملت العدس بالجزر، وأنا كنحب نعمله فقط بالجزر بدون أي خضرة تانية، وعامله طريقه يعني لتسريع طهيه، ورافقته بسلطه خضراء اللي ضروري تكون يوميا على مائده الغداء، ورافقته ايضا بالبطاطس المقليه. انا هنا خديت غير الجاهزه للقلي من السوق، وعصير بحكم اننا في موسم الفراوله، فانا عملت العصير الوصفه ديالي موجوده في قناتي. الوجبه يعني بسيطه، الفكره بسيطه ولكن مغذيه ومنافعها كثيره. تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله تعجبكم وتطبقوها. بسم الله وابدا على بركه الله بالعمل واستعراض المقادير. عندي هنايا العدس، بالنسبه للعدس فكيبقى حسب الحاجه. انا هنا عندي تقريبا واحد 400 غرام، نقعتها في الماء شي ساعتين واكثر، يمكن يعني اكثر من ساعتين. هذه العمليه بالنقع كتسهل، اولا كتسرع الطهي، وثانيا كتخلي العدس ما كيتفرقش على الغلاف ديالو. هذا غادي نصفيه. وعندي هنايا انا كنعمل غالبا العدس كنعمله بالجزر، وعندي هنايا واحد الحبه ديال الطماطم تكون طايبه مزيان، الا ما توفرتش عملي واحد نص معلقه صغيره ديال مركز الطماطم. عندي واحد البصله في هذا الحجم، هذا النص غادي نحكو والنص غادي نشلضو. وعندي الثوم، الا بغيتو تعملوا كميه اقل من البصل كثروا الثوم. عندي هنايا واحد ثلاثه ديال الفصوص كبار، عندي زيت الزيتون، وعندي هنايا بالنسبه للعطريه عندي الملح، الكزبره اليابسه تقريبا واحد نص معلقه صغيره، تقريبا نص معلقه صغيره ديال الكمون، الكركم، الفلفل الاحمر الحلو، والابزار. غادي نحك هاد الحبه ديال الطماطم، وغادي نحك الثوم. الثوم غنحكو بهذا الرقيقه. المهم انا غادي نبدا دابا الخدمه معاكم. غادي ناخذ طنجره الضغط، ويمكن لكم تعملوه حتى في الطنجره العاديه الا كنتو ناقعينو هكا، يعني قطعتوه واحد المده طويله ديال 4 سوايع اكثر. غادي نحك هاد الثوم هذا. بالنسبه للبصل كما قلت لكم تقريبا واحد المصيص غادي نحكو، ومصيص غادي نشلضو. انا كيعجبني يبان ليا البصل في العدس. النص الثاني ديال البصله غادي نحكو في هذه الحكاكه هذه الغليظه، وغادي نحك هاد الحبه ديال الطماطم. غادي نقطعوا هاد الجزر اللي عندنا حلقات بحال هذا الشكل. هذا دابا وقت البرد كيكون فيه هاد القلب البيض، لكن منين كيكون فيه كيكون كله زوين، يعني فاش من الربيع الفوق كيكون احسن، يعني كيجي ألب في هاد العدس هذا. من تقطع الجزر غادي نضيف هذاك العدس ديالنا، ونضيف هذيك العطريه اللي عندي ديال تقريبا واحد زوج معالق ديال الزيت، وعاد كنضيفو في الاخير. كتعجبني النسمه ديال زيت الزيتون تجي باينه، هي والربيع كنضيفهم في الاخر. دابا غادي نغطي عليه بواحد شويه الماء راعي، وانه منقوع في الماء، يعني ما تكثروش الماء لا يولي يتعصب لكم، يعني يتطحطح كله، فهمتوا يعني الكلمه، يعني يتهرس كامل ويولي يجي بحال البصاره. فراعيو انه منقوع بما فيه الكفايه، يعني مقدار الماء غادي يكون اقل على المعتاد. هانتوما غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، غطيتو يعني العدس، المستوى ديال العدس غطاه الماء بهذا الشكل هذا، يعني تقريبا واحد الراس ديال الصبع. المهم ما تكثروش لانه منقوع بما فيه الكفايه. دابا غادي نسد على هذه الطنجره، وغادي نحطها فوق النار.
خواتي الطنجره حطيتها فوق النار وحطيتها في هذيك العين ديال البوطاغاز المتوسطه. انتبهوا، واحد التنبيه، العدس راه معروف يعني كيتحرق دغيا، فانتبهوا حطوه على نار متوسطه وردوا معاه البال، هو ما غاديش ياخذ لينا ان شاء الله وقت طويل في الطهي. بالنسبه لهاد العدس هذا فغادي نرافقو ببساطه بسلطه خضراء، واحد شويه ديال الفخيط. بالحق الفخيط انا غادي شاريه غير ديال دوك الجاهز اللي القلي، فما غاديش نوريكم يعني كيفاش تنقلي ونحطو. بالنسبه للسلطه غادي نعمل هنايا، عندي واحد العلبه صغيره ديال الذره مصفيه، وعندي خياره وزوج حبات ديال الطماطم، وعندي هنايا هذا المعدنوس او البقدونس، غادي نقطع منه السلطه وكيعجبني نكثروا فيها، وغادي ندير منه في العدس. هنا ما عملاش البصل لاني كنفضل نعمل البصله الخضاريه، فما عنديش هاد الساعه، عندي غير الاخرى ما كتعجبنيش بزاف. غادي نقشر هاد الخيار هذا وهاد الطماطم وغادي نقطعهم ونحطهم هنايا. بطبيعه الحال لا يخفى على اي وحده طريقه تحضير السلطه، لكن انا حبيت نصور لكم كل شيء باش تمشيو معايا مرحله بمرحله في تحضير هذه الوجبه ديال الغداء. فانا طبعا قشرت الطماطم ونزعت منها البذور، وغادي نقطعها مكعبات يعني متوسطه بالنسبه للحجم يعني الخيار والطماطم، فغادي تعملوا حسب ذوقكم. اذا كتحبوها كبيره حجم كبير اعملوها، انا كنت طلها في هذا الحجم هذا يعني قريبه، كتكون قريبه شويه لحجم الذره. الخيار ايضا قشرته ونزعت منه غير شويه ديال البذور، ما نزعتهمش كليا حيت كيعجبوني كنحس بهم فيهم الماء اكثر من القطع الاخرى، وقطعته حتى هو في نفس حجم الطماطم وزدته على السلطه. بالنسبه للبقدونس اللي غادي نضيف على السلطه، فانا هنايا كما كتلاحظوا قطعته بشكل خشن، يعني قطعته بالسكين فقط ما زدتش رققته، وطبعت حتى هو غادي نضيفو على السلطه ديالي. اما البقدونس اللي غادي نضيف على العدس، فانا غادي نقطعو رقيق شويه وغادي نزيد نكمل عليه بالكراده حتى يولي ناعم، عاد باش نضيفو حتى هو في الطنجره ديال العدس. اخواتي ربع ساعه بعد ما تسمعوا دوران الصفاره او اقل من ربع ساعه يعني واحد 13 دقيقه هكذاك وعلى نار متوسطه، يعني حاولوا تحركوها الى لقيتوا مازال هكا تحرك يعني فيها الماء بزاف، خليوها تزيد واحد شويه تتوصل ربع ساعه، وهيك ربع ساعه ما تفوتوهاش وفتحوا الطنجره. غادي هنايا غادي نضيفوا هذاك الكزبره والبقدونس، وهنا عندي البقدونس اكثر يعني المعدنوس اكثر، غادي تضيفوه هنا في المرحلة باش يبقى عاطي الريحة. وغنضيفو يعني زيت الزيتون حسب ذوقكم، انا كنبغيها بزاف يعني. هنا انا تقريبا عملت واحد 4 ولا 5 المعالق كبار عامرين، وغادي تحركو صافي وغادي تخليوه حتى تبغيو تقدموه. غادي نتبلوا هاد الشلاضه اللي عندنا، عندي هنايا الكمون وشويه ديال الفلفل الاسود، ما كنعملش فيها الملح. هنايا عندي تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال عصير الليمون الحامض، وهنايا تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ويستحسن ما تعملوش فيها الملح. صافي وها هي واجدة. اخواتي غضبتنا ها هي موجودة، لاحظتوا انها بحاجات بسيطة ولكن ما شاء الله الطويبلة يعني فيها ما يدار. هنايا انا كنرافق هذا الشيء بطبيعة الحال بالزيتون مشرمل اللي فخيتها هما كما قلت لكم، هذا داك الجاهز اللي القلب يعني داك اللي كيتباع مجمد، والسلطة ديالنا ها هي، ورافقته هنايا بهذا العصير هذا ديال الفراوله بالزبادي، راه موجود عندي في القناه. حنا دابا في موسم الفخاز او الفراوله، فما تحرموش نفسكم منه. والخبز طبعا بطبيعه الحال الخبز ما عجناش انايا، هذا غير نشري، وهذا الشيء اللي كتب الله، والله يجعل البركه.